جزاع عم يهيئ حاله حاليا ليكون هو الانطلاقة الأولى لفعالية قصة نجاح القامشلي رح تكون على مستوى سوريا. بالنسبة لي أنا أعتبره أنه اختبار رب العالمين، فبلشت معه. أنا كنت أتوقع أني أنا أعلمه رسم، بس طلعت مو بس أنا اللي عم أعلمه، هو كان عم يعلمني. هو علمني لغة جديدة، لغة الإشارة، تخطى المستوى الأول بكل أريحية، يعني كان متجاوب معي كتير. قرر يلتحق للمستوى الثاني بمركز هانزا، أراس انضم للمجموعة بمستوى عالي، بعلامات عالية، عنده رسائل كتيرة عم يعني يحاول يوصلها للشخص اللي مقابله من خلال أنامله، من خلال الرسم. طبعاً أراس صار له أكثر من 3-4 سنين، فات على سنين رابعة تقريباً، تعلم الألوان، تعلم الرصاص، تعلم الفحم، الظل والإضاءة، القواعد، الأساسيات. صار عنده فكرة أنه يرسم بكل سهولة، يعني حتى مرات يطلع الشارع دفاتره معه، عنده الشغف، عم يحاول يبدع أكثر. اللي مثل أراس بحاجة للاهتمام، رح يثبت حاله أكثر أنه يكون الرسم مادة أساسية لحياته اليومية، حتى يكون مثل سيولة كرزقة بين إيده يعني.